روضة كلمتني قالت لي تعال شوف المعاناة اللي نعانوا فيها، جيت انا وطخت. وين عشرة؟ عشرة ولا نص ساعة؟ بدي اجيب هنا. عم بتعسس صور هذا خلف كم حاجة عندي؟ يعني مي عم حاجة والله المشكلة هذه قائمة لها سنين من سنين، على ما حاولنا، على ما كلمنا، على ما جرينا، على ما مشينا البلدية، يا ناس يا هو شقوبينا أراو الوضع تو كويس في الشتاء، لكن مشكلة في الصيف، في الصيف شهر أربعة ماشي فيه مية، فيها شرب مية شراب بنجو فيها من التراكيل ومن مناطق، واللي ما عنده سيارة كيف يمشي، والعزوز الشايب كيف يتحرك، وهذا كيف صاير في على ما جرينا حاولنا جرينا لل ما عارفين للحل الحلول هذه جايبينها هو توصيلات عشوائيه، واحد جايب من سنيته وميه مالحه مخلطينها، حتى لجيل البلديه ميه حلوه تخلطش عليها الميه مالحه ما عادش يصير منها كله. وهذه المشاكل عانوا فيها لنا سنين مش سنه، او على ما حاولنا لكن رب غالب. مطالبنا احنا يدورنا راي، يدورنا بير، ولا يدورنا حتى كان دارنا بير، شو المشكله؟ يدورنا بير، شو المشكله؟ البير ميته ترجع حتى ما تفت بروره ترجع الخليف، ما في مشكلة بكو مية خليف وبرارة واحدة على الأقل تصل مية. ما أقول لك خل لاعب ما نبو خزان نبو مبير بس. خلني عندي ثرمس خلني في السيارة. فاتوري تعال ما ثرمس طلع من هذا ماشي وصل للقلعة نضرب بوشي. طبعا مشكلة المية هذه ليها سنين متراكمة، طبعا المية في الصيف طبعا هذه ما جيناش بكل، لكن في الشتاء والحمد لله ممكن توصل، وفي الصيف طبعا أغلب ميتنا طبعا من مزارع، والمية الحلوة يجيبوا فيها من أقرب مكان ممكن، القلعة زوية الحمراء، والله الحلول كلها حلول هي مؤقتة بس، نجيبوا في المية قصدي من أقرب منطقة، وشوفوا مظروف البنزينة يعني أقل شيء واحد بيجيب مية صالح للشرب بيمشي مسافة 5 كيلو 6 كيلو. قصدي جاتنا مختصة قصدي درنا حتى لو حلول بسيطة قصدي في كيف حتى بير ومية ما نبوش خزان، احنا قصدي منطقة ممكن ما يتعدى عدد سكانها 200 نسمة، قصدي حتى حلول بسيطة تحل مشكلتنا.